السلام عليكم طلاب، تكلمنا بالفيديوهات السابقة على الجرامر مال يونت 6، وهسه راح نتكلم على الكتاب وعلى التمارين المهمة بالنشاط. يونت 6 عندنا بيج 46 صفحة 46 تيست يور جرامر، احنا دائما نتناقش بيها. يقول كومبليت سنتنس اباوت يو، كمل هاي الجمل على نفسك. I look just like my for example father. I look just like، يعني استخدمت هنا like ويا من ويا الفاعل حسب ما تكلمنا بيها شلون نستخدم اللايك. I like my coffee hot. On Sunday I like going out or I like to go cinema وهكذا. نكملهم هنا عندي بالنمبر 2 فد عمود فترات مهمة يعني نقراها تفيدكم. Sunday and her friend Nina in Melbourne, Australia are talking about a student visitor from South Korea. Complete the conversation كم المحادثة using these questions. Okay. هذه محادثة راح أكمل بها هاي الأسئلة. أنا رقمت هاي الأسئلة هنا، هي راح تنزل هنا على السير، بس انا رقمتها من 1 2 3 هي مرقمه، بس نفس الوقت انا وين راح استخدمها؟ راح استخدمها بهذا الجرامر. اوكي، لان راح كل وحده من عندهم ينطيني معنى، يقول لي هذا المعنى من يا سؤال اخذته من هذول الاسئله، مثلا what she like لو how is she now or what. نقرا المحادثه. Sunday our students from Seoul arrive on Monday. What's her name? دي تقولها صديقتي راح تيجي. قالت ايش اسمها؟ قام تسأل نينا، قام تسأل ساندي. ساندي سون هي اسمها. نينا قالت لها that's Betty name. That's a Betty name. هسه هنا عندي جواب، اكو لازم اكو السؤال قبله. السؤال هو منطيني فراغ، انا راح اجاوب، يعني راح انطي السؤال لانه منطيني جواب، ولازم اختار منين من هاي الاسئله الادي الخمسه. هنا من قال لي she is really nice. I am sure we will get on well. We seem to have a lot in common. هنا لازم شو اخلي. What's she like؟ هنا شو الثاني هنا؟ What's she like؟ هنا سألني. إراد من عندي يعني مواصفات اللي أنا ما أعرف أي شيء عنها. هي من سألتها أول سؤال. قالت لها يعني هي مثل شنو مثلا؟ شنو هو؟ What's she like؟ قالت لها هي اعطتها مواصفاتها نايس. I'm sure we will get on well. We seem to have a lot in common. How do you know that already؟ شلون عرفتي هذا الشيء مسبقا؟ قالت لها هنا جواب. هنا عندي هم عندي سؤال لازم اخلي عندي جواب. Well she likes photography and so I and we both like listen to be same kind of music. هسه قلت لسه حصير هنا السؤال، هنا راح يصير معنى السؤال. قالت هي tell me about her interests okay and hobbies. قالت هي انطيني على الشغلات اللي تحبها وعلى هواياتها. فش يصير السؤال؟ لازم نخليها اقولها what does she like doing، يعني شو تحب تسوي، هواياتها شنو هي. اوكي، الشيء تستمتع به شنو هو. هي جاوبتني. نمبر 3 عندي هنا جواب. she is really pretty. She has a big brown eyes and long dark hair. هنا رادت مواصفات نفس الشخص يعني اللي هي اسمها تشان سون. هي هاي السائلة سألت على مواصفاتها، شو اقول لها؟ لازم اقول لها what does she look like، يعني شكلها شنو. قال لي شكلها، قالت لها she is really pretty. She has big born eyes بصور براون ايز اند لونج دارك هير. هنا تكمله. Why don't we do something with Sonhi this weekend؟ سألتها what should we do؟ قالت لها شو تقول لنا نسوي فد شيء بهذا الاسبوع، نطلع فد مكان بهذا النهايه مال العطله، عطله نهايه الاسبوع. قالت لها ايش تقترحين؟ what should we do؟ get pizza go shopping. هنا أنا راح يصير عندي اكو عندي فد شيء راح اساله حتى تجاوبني. نقول I will ask her tonight. She was a bit homesick after first.
So I am pretty sure she will want to go out and make some friends. هنا شو يصير أدي السؤال معناه؟ معنى السؤال قالها tell me about her preferences for tomorrow evening. يعني قالت لها شنو التهيئات أو التحضيرات لعطلة الويكند. أوكي قالت لها راح أسألها I will ask her tonight. She was a bit homesick as first and so on. The first one السؤال لازم عدينا خليه المعرف. Oh she is okay. She called her parents and she felt much better after she had spoken to them. Oh that's good. I can't wait to meet her. يقول أنا ما أقدر أنتظر حتى أشوف. هسه شو حصل هنا السؤال معناه؟ هنا معنى السؤال قالتها tell me about her health or happiness. أوكي يعني قولي لي على صحتها، على الشغلات اللي هي تكون سعيدة بيها. وهذا صار جواب how is she now. How is she now. هسه هنا عندي الجرامر. الجرامر هاي باو هنا الكويستشن ومعناهم أو تعريفهم. أوكي definition هنا أنا وعندي الكويستشن هنا قال tell me about her because I don't know anything about her. هنا استخدمنا number one، خليت number one هي كانت جملة. What's she like؟ قلت انطيني على شنو هو. أوكي لأن كوش ما أعرف عليها، انطي فد أشياء عليها ما أعرفها. النمبر 2 قال لي أريد عندي فد شيء هنا سؤال معناه tell me about her physical appearance. انطيني حال مظهرها الخارجي. أوكي هنا استخدمت لي نمبر 3 سؤال. نمبر 3 سؤال What does she look like؟ انطيني على مظهرها. نمبر هذا السؤال اللي هو سي قال tell me about her interest and hobbies. انطيني على الشيء تستمتع به وهواياتها. هنا استخدمت السؤال اللي اخذناه بنمبر 2 what does she like doing، شو تحب تسوي. هذه الارقام كلها وين موجوده؟ موجوده هنا وبنفس الوقت موجوده هنا. اوكي دي tell me about her preferences for tomorrow. انطيني على تهيئاتها لغدا، ايش بدنا نسوي بالمساء. خلينا نمبر 4 ونمبر 5 اللي معناه هو tell me about her health or happiness. اوكي or happiness. هذا ما يخص الكتاب اللي مهم بهاي الصفحه. عندي اريد منكم يونت 49 صفحه 49 اكو شيء مهم ناخذه. صفحه 49 discussing grammar. In these sentences, two verbs are correct and one is not correct. Tick. True. Correct the verb. احنا خلي صح قدام الفعل الصحيح. انا حليتهم حتى تكون اسرع الحالة. My father to fix my computer. يقول ابي لازم اخلي لفت فعل لو وعدني لو ما يستطيع او ما استطاع لو حاول. يقول اثنين من الافعال يصير اخليهم هنا وواحد من الافعال ما يصير. هنا أنا يقول my father promised وعدني يصلح الكمبيوتر اقدر اخليه، واقدر اقول my father tried حاول يصلح الكمبيوتر. اوكي هذان الاصح يصير. she forced her son to turn down his music. هي قالت لي نقول hello asked اوكي لو wanted her son. هي رادت من اخو ابنها او سيرت ابنها حتى ينص صوت الموسيقى. الثري نستخدم رفيرز ونستخدم لاب وراح تشوفوها انتو ليش والوي. وهذا شرح مالت محمد بناخذ بها وقت طويل. هذا شرح مالت الحل مالته. اوكي عندنا هواي حل بالاكتيفيتي بوك. هنا عندي الريدنج راح اسويكم فد كويز يا ما ريدنج يا ما سبيكينج بال يا ما على تليجرام يا ما على الستودنت على جوجل كلاس روم. هذا الكتاب احنا راح ناخذ نتوقف به هسه حاليا اللي هواي اخذنا منه وشرحنا هواي منه الجرامر على السبوره. هسه نرجع عليه ونسكس بالاكتيفيتي بوك اللي هي الشغلات اللي تجي بالامتحان اغلبها. عندي سيون 6 بيج 37 37. هنا حكينا احنا على اللايك كويستشن وذ لايك. هنا عندي اسئله وذ لايك. يقول انسر ذا كويستشن اباوت يور سيلف. جاوب هاي على انت اللي تريده لان هاي على نفسك الاسئله.
What do you like doing most in your English class? What do you like doing most in your English class? قال I like working in small group. إيش تحب تسوي دائما بصف اللغة الإنجليزية؟ قال أنا أحب أسوي small groups. Most أسوي دائما أشترك ويا جروبات صغيرة. Do you like working alone or with partner؟ تحب تعمل وحدك ولا ويا فريق أو ويا زوج من الأصدقاء؟ قال I like working with partner. Would you like to have more or less homework after class؟ طبعا less. I would like to have less homework. اوكي okay. هاي اسئله انت جاوبها يعني على نفسك، احتمال هيك شيء تجي احتمال، بس انا اصيد الصيغه مش راح تهيد الصيغه مالتها حتى ما تنسون انه لايك يجي وراها ing اوكي، واللايك تجي وراها تو حسب ما تكلمنا بيها اوكي، وانه مرات نجاوب باللايك ومرات ما نجاوب باللايك، هاي كلها تكلمنا بيها. هنا يقول لايك or sorry write a question using the phrases in the box. هنا do like what like هذا مثل ايش؟ مثلا what's the weather like؟ قال it's raining again. Do you like cooking؟ هم استخدم like وراها ing. No I don't I can't even pull again an egg. What's your job like؟ هنا عنده اسأل على مهنته شنية. قال له well it's a pressure and the hours are so long. قال هي مجهدة وساعاتها كلش طويلة. اوكي والتكملة مالته ها موجودة يعني ما يعني يون 5 يون 6 كلش كافي او يون 7 كلش كافي عليه. ها ما اقدر اجيكم هذا بالضبط منه، بس الصيغة مالته كلش مهمة يعني احتمال تجي بس غير صيغة بالامتحان. هنا عندي بيج 38 صفحة 38 عندي نمبر 2 لايك اور وود لايك لو لايك لو وود لايك. احنا قلنا نستخدم الود ويا الفعل لايك. يقول ماتش ذا سنتنس ان اي وذ ا سنتنس ان بي اي لايك براون بريد. هنا منطيني الحل مالتها اللي هو ما واضحة كلش سي طبعا راح حل الثانية. Would you like left? Would you like a left? جوابها راح يصير It's okay I think I will walk. Would you like some more apple pie? يعني تحب فطيرة أخرى من التفاح؟ جوابها بدي راح يصير I'd love some It's delicious. توصيل هذا كامل يمك حتى ما نتأخر به. راح أقرأ منهم بعد واحدة. Would you like a cold drink? جواب بالA. I'd love one. I am very thirsty. Okay. Don't you like football? جواب مالها راح يصير I hate it. يعني أكرهها. هذا توك بال page 39 صفحة 39. صفحة 39 اوكي تو تيك ذا كوريكت كويستشن. هنا نستخدم وير دو يو لايك جوينج اون هوليداي لو وير وود يو لايك تو جو اون هوليداي. هنا هاي الاصح وي يوجوالي جو سكينج ان ذا وينتر ذن سم وير هوت ان ذا سمر. هنا نمبر 2 شو راح يصير وات دو يو لايك to do this evening لو what would you like to do. هنا راح يصير الود يعني الرغبة أفضل ما استخدم what do you. هي كجرامر صحيحات اثنين بس كمعنى الود أفضل يصير what would you like what would you like. أوكي هو نسبة جرامر أحيانا تجي جمل صحيحة بس الود نستخدمها للرغبة والتفضيل. Where do you like going on holiday لو where would you like طبعا نستخدم الود. Do you like ice cream? No. Would you like an ice cream? نعم نسأل بالود أفضل. Would you like؟ لأن هنا راح يصير يعني شلون نقول offer تعرض عليه مثلاً نقول له Would you like an ice cream؟ هنا أنا what sort or what kind يعني أنا نوع من الموسيقى تتحب لو خلي what sort of music would you like؟ هنا راح يصير هاي الأصح وهكذا. عندي هنا اللايك والاز. هنا
جرامر ريفيجن هنا لايك والاز، هنا تجي هنا مثل وهنا مثل ك، يعني اثنيناتهم معناها ك. هنا يقول وين لايك از يوز از بريبوزيشن، عندما نستخدم اللايك كحرف جر. It always follow by a noun، دائما تجي متبوعة باسم. من نستخدم اللايك كحرف جر تجي متبوعة باسم. هي تعني similar to or same as. أنا حكيت على هذا، تكلمت على الموضوع بالصبورة، لكن نفس الوقت أكو فد إضافات عليه. هنا باو عليها I look like my mother. هنا أنا لايك جت بروبوزيشن حرف جر، فجوا وراها شنو؟ إيش قال هو راح شاهد وراها؟ تيجي وراها اسم my mother. I look like my mother، يعني هي تشبه أمها. تقول they have so many animals، their house is like as to sorry zoo، their house is like a zoo. هنا هم جت حرف جر وهنا جي وراها اسم like، جت معناها هنا هو ك حديقة حيوانات. What start sing are you؟ okay. طلاب راح أوقف الفيديو ورا ما ينتهي هذا التمرين، عمود لأن وقت يمشي وما أقدر أحمله، إذا صار أكثر من 15 دقيقة شوية صرت ثقيل، راح أعيد أكمل بفيديو آخر هسه الدقائق ولا سنفتح فيديو ثاني.